عبد الملك بن مروان الخليفة قالوا كان خطيبا مفوها لكنه كان يلحن كثيرا، يخطئ في الإعراب واللغة، وهذا يعتبر من المعايب. فلما سئل عن ذلك قيل: قد أوتيت خطابة فلماذا تلحن وتخطئ في الإعراب واللغة؟ فقال: عفى الله عن أبي. قال: وما دخل أبيك؟ إنما تكلم عن الكتاب، إذا كنت سوف تنتقص فانتقص المعلم الذي قصر في تعليمك، ما دخل أبيك؟ فقال: كنت أذهب إلى الكتاب فمع صاحب من أصحابي، فرجعت يوما وليس هو معي وأنا صغير أذهب أتعلم في الكتاب. قال: فقال لي أبي: أين صاحبك؟ فقلت له: مات وارتاح من الكتاب. قال: فقال لي أبي: اعتبرت الموت أخف من الكتاب؟ لا تذهب إلى الكتاب، خلاص، ما دام لا تحب المدرسة لا تدرس. قال: فصرت ألعب مع أصحابي وتعلمت اللغة من أفواه الناس فأنا ألحن، فعفى الله عن أبي. كأنه يقول: يا ليت أن أبي علم أن عقلي صغير وأني لا أدرك مصلحتي ولا أعرف حاجتي ولا أفكر في مستقبلي، وبالتالي فكر هو بدلي فألزمني بالذهاب إلى الكتاب، يا ليته فعل. لكنه لما أعطاني شهوتي وحقق لي مرادي وسعى فيما أشتهيه أنا، عندها وجدت التقصير منه لما كبرت، فعفى الله عن أبي. فأنا أخشى أن يقول بعض الأبناء إذا كبروا: عفى الله عن أبي ضيع دراستي، عفى الله عن أبي ضيع صلاتي، عفى الله عن أبي أوقعني في المخدرات، عفى الله عن أبي أوقعني في التدخين، عفى الله عن أبي أفشلني في كذا. انتبه، لا يدعو عليك أولاد. قال: وشاب نشأ في طاعة الله. لا يملك أن ينشأ هذه النشأة إلا إذا كان حوله من أصحابه أو من أهله من يحرص على أن يعتني به.